هذا اللي وراي هو احسن براند بالعالم. الفي رقم 1 رقم 2 ورقم 3 رقم 4 ما هذا هو احسن براند بالعالم. طبعا جيتهم اليوم بس معزيم الوقت الساعه 8 لانه مو ويك. لا والله يوم جمعه ما اعرف معزيم ثباني بالعاده يعزم بالعشره. anyway سوي زيارات جديده للالفي انتظرونه. كل البراندات نو نو بربري نو شانيل نو ارمز جورج ارماني هناك جيفنشي بولغاري كارتير غيره 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 كلهن نو بس الفي. الفي رقم واحد بالعالم هذا البراند مالتي. والله لو كانوا فاتحين كان طبت اصبحت بعطورهم بس الله يحبهم اليوم مسكرين اليوم اليوم مسكرين خلصوا من عندي. والله ناوي اصبح بعطورهم مع العلم انا متعطر وجابوا يا عينات بس ما اعرف اليوم محظوظين. كل هاي البراندات نو هاي بالانسيقا ولا كلها نو كل شيء نو 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 بس الفي رقم واحد والله العظيم. انا بالنسبه لي هو رقم واحد ورقم 9 بعد يلا يجي العاشر البراند الثاني.